يقول: ما حكم صلاة الشروق، ومتى يبدأ وقتها؟ صلاة الضحى، صلاة الضحى سنة مؤكدة، ويبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، إذا طلعت الشمس وارتفعت قليلا يبدأ وقت صلاة الضحى، ويستمر إلى قبيل وقت الظهر، كل هذا وقت لصلاة الضحى، وكل ما تأخرت فهو أفضل، قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين تنزل حرارة الشمس على الأرض في آخر الضحى. نعم.